مرحبا بكم أعزائي متابعي قناة هل تعلم في كل مكان. اسم كليوباترا مألوف للجميع، إنها آخر ملكات مصر وواحدة من أكثر النساء غموضا في التاريخ. كان الرجال مستعدين للموت من أجلها، والقادة كانوا قادرين على خوض الحروب لإرضائها. لم يمانع أحد أن يختبر طعامها من السموم قبل أن تتناوله هي. ولكن هناك سؤال يطرحه الكثير من المؤرخين اليوم ويحاولون الإجابة عليه: هل كانت كليوباترا تلك الملكة فائقة الجمال وحنونة القلب، أم أنها كانت امرأة بشعة وقاسية تخدع الرجال وتقتل أقاربها لتحكم بقبضة من حديد؟ ذلك ما سنحاول اكتشافه في هذه الحلقة، لذا تابع الفيديو إلى النهاية. وكالعادة وقبل أن نبدأ، انزل للأسفل واضغط على زر لايك، كبر الشاشة ولننطلق سويا. أكد عالم الآثار الروماني أوريليوس فيكتور في القرن الرابع بأن جمال كليوباترا أصاب الرجال بالجنون. أما المؤرخ اليوناني بلوتارخ فقد أكد العكس تماما، فقد دون أن كليوباترا لم تكن لها أي ملامح جميلة، كما أكد الأخير أنها كانت ملكة عادية جدا، وهو ما أكده أيضا المؤرخ جوزيفيوس فلافيوس ومؤرخون آخرون. ولكن القاسم المشترك بين أولئك المؤرخين هو أنهم جميعا عاشوا بعد وفاة كليوباترا، وبالتالي لم يتمكنوا من رؤيتها. وما زاد من صعوبة التحقق من صحة رواياتهم هو أن كل تماثيل كليوباترا منسوخة من تمثال الآلهة إيزيس التي كانت الملكة تحبها. وبشكل عام يمكن القول أن الفتيات لم تبدأن باستخدام مواد التجميل والفلاتر في العصر الحديث فقط، بل إن كليوباترا فعلت ذلك منذ عدة قرون. هناك العديد من النماذج ثلاثية الأبعاد التي تم بناؤها اليوم استنادا لبيانات الحمض النووي، ولكن تلك النماذج ليست عالية الجودة. حتى لون بشرة كليوباترا ليس مؤكدا، فربما كانت بيضاء أو ربما كانت سمراء. ولكن ما يؤكده الباحثون هو أن شكل أنف كليوباترا يؤكد بأن الملكة يونانية وليست فرعونية، وحتى تفاصيل وجهها المنقوشة على بعض العملات القديمة تؤكد ذلك. كما أن اسم الملكة هو اسم يوناني، وأغرب ما تذكره النقوش والوثائق التاريخية عن كليوباترا هو زواجها من أخويها الاثنين وخيانتها لهما أيضا. فالزواج من الإخوة كان أمرا مسموحا به في العائلة الحاكمة. أشارت العديد من المصادر التاريخية إلى أن كليوباترا كانت قادرة على الحديث بخمسة لغات مختلفة، وهي لغات لم يكن بقية الفراعنة يعرفونها. ورغم نقص المصادر التي تجعلنا نعرف الكثير من المعلومات عن الحياة اليومية لهذه الملكة، إلا أن بعض المصادر تروي ما حصل في أهم أيام الملكة كليوباترا. اليوم الأول هو يوم 15 من يناير من عام 47 قبل الميلاد، حين أصيبت الملكة بحزن شديد بعد وفاة زوجها وشقيقها بطليموس 13 الذي شاركها الحكم منذ لحظة وصولهما إلى السلطة بشكل مشترك عام 51 قبل الميلاد. بدأت الخلافات بين الزوجين، ولكن الزوج ارتكب خطأ فادحا وقام بقتل سيناتور تابع ليوليوس قيصر ملك روما. لم يعجب حينها يوليوس قيصر بما صدر عن بطليموس 13 وقرر الانتقام. وفي ذلك الوقت حاول بطليموس 13 طرد كليوباترا من الإسكندرية، ولكن ذلك تزامن مع وصول يوليوس قيصر إلى الإسكندرية التي كانت تحت وصاية الرومان. وقد قرر القيصر إصلاح الوضع وإعادة كليوباترا إلى الإسكندرية بطريقة سرية. وقعت كليوباترا في حب القيصر، ولكن القيصر رفض مغادرتها للإسكندرية لأنه رأى أنها الأمثل لحكم مصر. حاول بطليموس 13 الدفاع عن العرش، مما أدى لنشوب حرب صغيرة كان المصريون خلالها عاجزين أمام الرومان. توفي بطليموس 13 عن عمر 22 سنة، وبعد ذلك ببضعة أشهر أنجبت كليوباترا طفلا من يوليوس قيصر
الذي بلغ من العمر آنذاك 52 عاماً. بعد إنجاب الطفل تزوجت كليوباترا من شقيقها الآخر بطليموس الرابع عشر، وكان عمره حينها 12 عاماً. ومن خلال كل هذه الأحداث ندرك أن كليوباترا لم تمانع أن يموت أقاربها في سبيل حفاظها على العرش. الخامس عشر من مارس من عام 44 قبل الميلاد هو يوم مهم آخر في حياة كليوباترا. حينها كانت كليوباترا قد عاشت حوالي سنتين كاملتين في قصر يوليوس قيصر. كانت تتحكم في مصر عن بعد بموجب معاهدة تحالف بين مصر وروما. أثناء ذلك انتشرت بعض الشائعات التي تقول بأن القيصر يريد نقل العاصمة نحو الإسكندرية للزواج من كليوباترا. كما انتشرت شائعات أخرى تشير إلى أن محاولات الاغتيال التي تعرض لها القيصر في ذلك الوقت تم تنظيمها من طرف المصريين الغاضبين من تلاعبه بملكتهم. وبعد مقتل القيصر يوم الخامس عشر من مارس من عام 44 قبل الميلاد، حدثت العديد من الانقسامات في مملكته، مما دفع كليوباترا للعودة إلى مملكتها لتجد الوضع هناك أسوأ بكثير. سادت المجاعة في البلاد بسبب انخفاض مستوى الماء في نهر النيل، وكان الجنود يحكمون البلاد بالقوة لمنع قيام حرب أهلية. وبعد ذلك نشبت العديد من الخلافات بين كليوباترا وزوجها بطليموس الرابع عشر. وما زاد الوضع سوءا هو وفاة أحد أقارب بطليموس بعد ذلك بفترة قصيرة، مما جعله يوجه أصابع الاتهام نحو كليوباترا مباشرة. وما تلا ذلك هو إشراك بطليموس الخامس عشر الذي أنجبته كليوباترا من يوليوس قيصر في الحكم، ومحافظة كليوباترا على العرش. هناك يوم تاريخي آخر في عام 41 قبل الميلاد، ولكن التاريخ غير معروف بالضبط. بعد وفاة القيصر استولى القائد الروماني مارك أنتوني البالغ من العمر 40 عاما على الجزء الشرقي من روما، واعتبر نفسه الخليفة المباشر ليوليوس قيصر. ورغم عدم وجود مصادر تؤكد علاقة كليوباترا بما حدث حينها، إلا أن المؤرخين يرون بأن الحرب ضد البارثيان جعلت مارك أنتوني يتقرب من كليوباترا طمعا في الحصول على أموالها التي كانت ستفيد الرومان كثيرا خلال الحرب. لم تكن كليوباترا تعلم بنوايا أنتوني في البداية، ولكن قبل أن يتم عقد اجتماع بين الطرفين علمت كليوباترا بنواياه من طرف أحد الضباط المقربين منها. أبحرت كليوباترا نحو روما في زورق فخم مرصع بالذهب، وعرضت الملكة الكثير من المال، ولكن ذلك لم يكن كل شيء، بل إنها طلبت أن يخطط أنتوني لعملية اغتيال شقيقتها مقابل حصولها على المساعدة اللازمة في حربه ضد البارثيان. أرادت كليوباترا أن تستغل الموقف للتخلص من آخر منافس محتمل لها على العرش المصري. وما تبع هذا الاتفاق هو علاقة غرامية بين كليوباترا ومارك أنتوني استمرت لمدة 10 سنوات. أضاف المؤرخون والكاتبون العديد من الإضافات غير الضرورية لهذه القصة خلال تدوينها، ولذلك فإن الوصول إلى الحقيقة صعب جدا. ولكن الأمر المؤكد هو أن المصالح بين الرومان والمصريين كانت متبادلة في هذه الفترة من حياة كليوباترا. حكمت كليوباترا مصر بقبضة من فولاذ للقضاء على أي نزاعات داخلية. كانت علاقتها مع أنتوني رائعة جدا رغم ارتكاب الطرفين للكثير من الأخطاء البسيطة. أحبت كليوباترا الاستمتاع بوقتها رفقة أنتوني في شوارع المدينة، وأصبح الاثنان يعرفان بعضهما البعض جيدا. ولكن بحلول اليوم الأول من أغسطس من عام 30 قبل الميلاد انقلبت كل الموازين. في ذلك الوقت تزوج أنتوني من أوكتافيان أخت القيصر أغسطس، وقام بخيانتها مع كليوباترا وأقام احتفالا بمناسبة النصر على البارثيان في الإسكندرية. حينها تم توزيع كل الأراضي الجديدة التي استعمرها الرومان على أطفاله، إضافة إلى كليوباترا والمقربين منها. ولا يجب أن ننسى أن مصر في تلك الفترة لم تعد جزءا من الإمبراطورية الرومانية، فعلى الورق
كانت منفصلة تماما، ولكن القيصر أغسطس لم يكن راضيا بما يحصل في مصر من حروب أهلية وأوضاع غير مستقرة، ولذلك قرر شن حرب على البلاد. لم تكن لدى مصر أي فرصة للصمود أمام الرومان، حتى مارك أنتوني لم يكن قادرا على فعل شيء من أجل الصمود في المعركة المعروفة بمعركة أكتيوم. وما زاد الوضع سوءا هو القرارات العسكرية التي أقل ما يقال عنها أنها غبية، والتي اتخذتها الملكة كليوباترا. استهانت كليوباترا بعدوها خلال تلك المعركة، وأمرت بإعدام كل القادة العسكريين الذين اعترضوا على قراراتها العسكرية التي يرى المؤرخون أنها كانت قرارات غبية. زحف الرومان بسرعة نحو الإسكندرية، وهرب مارك أنتوني خوفا من أن يتم إعدامه. بحلول ربيع عام 30 قبل الميلاد أعلنت كليوباترا استسلامها. خططت كليوباترا للانتحار قبل أن يأمر القيصر أغسطس بإعدامها، ولكنها غيرت رأيها بسرعة، فقد أمرت بإيصال أخبار كاذبة إلى أنتوني بأنها انتحرت، مما سبب له صدمة نفسية دفعته للانتحار. وبعدها قررت كليوباترا أن تعرض نفسها على القيصر أغسطس مقابل الإبقاء على حياتها. يقول بعض المؤرخين أن الملكة التي بلغت سن 39 سنة آنذاك حاولت إغراء القيصر الروماني بكل الطرق الممكنة، ولكنها لم تنجح في ذلك. كان أغسطس صارما للغاية، وبعد انتشار إشاعات حول تخطيطه لإعدام ملكة مصر أمام الملأ بطريقة مذلة، قررت الملكة الانتحار. ورغم أن بعض المصادر تشير إلى أن الملكة انتحرت بواسطة لدغة الثعبان، إلا أن ذلك أمر مشكوك فيه، لأن كل خادماتها قد عثر عليهن موتى في نفس المكان، وثعبان واحد لن يستطيع قتل عدد كبير من الأشخاص. أما القيصر أغسطس فقد أحكم قبضته على مصر لتصبح بذلك جزءا من المملكة الرومانية، كما أنه لم يتخذ أي إجراءات صارمة ضد أبناء كليوباترا، بل حرص على تربيتهم ورعايتهم، وكانت تلك بداية للعصر الذهبي للإمبراطورية الرومانية. ويقال أن ثامن أشهر السنة قد حصل على اسمه تكريما للنجاح الذي حققه الإمبراطور أغسطس في ذلك الوقت. وإلى هنا أعزائي متابعي قناة هل تعلم، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات اضغطوا على زر اللايك واخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالفيديو القادم. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.